والزمن ده كل الناس غلابه في ايه. استنى هتشوف العجب النهارده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله يشفعنا يا حبايبي. النهارده بقى باخدكم جوله جوله ممتعه جدا. عندنا في تسوق بيعملوا وبيعملوا كل سنه في اخر شهر 10 كده مولد، اسمه مولد سيد ابراهيم الدسوقي، احتفالا يعني بمولد السيد ابراهيم الدسوقي. بيقولوا بعد من كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، وبقى لهم كام سنه ما عملوش طبعا علشان ايه؟ كورونا. والسنه ده هيبقى مزدحم جدا. طبعا انا بدات كده بالشارع بتاعنا، اصبروا بقى انتوا لسه هتشوفوا حاجات كتيره. شوفوا يا جماعه، انا والله بقالي في السوق ديت اكتر من 22 سنه، عمري ما نزلت المولد غير مره تاني يوم. مش الليله الكبيره، النهارده الليله الكبيره، هم بيقعدوا يحتفلوا حوالي اسبوع بس. الليله الكبيره دي بتبقى يوم الخميس كده. مره من المرات من 7 سنين نزلت تاني يوم اشتري العيال بقى ايه، غوايش واكسسوارات وحاجات من دي. دي بس المره الوحيده اللي نزلت فيها، بس الليله الكبيره دي عمري ما حضرتها بصراحه يعني. شوف دلوقتي بقى يا حبايبي حاجات جميله، ما تطلعوش من الفيديو. الحلو كله جاي، الحلو كله جاي، يعملوا لايك. يلا اكتب معايا لسه نتفرجوا. احنا بنعملوا ايه يا ناس؟ لغت فرقه، ما احنا رايحين نتفرج. طب مش دلوقتي، مش دلوقتي ايه؟ اوقف يعني، اوقف لحد ما نوصلوا. بس لا، بتفرجوا على الناس بقى اللي قاعده في الشوارع الجوانبيه. بصوا يا جماعه، بصوا في كل حته كده اهو قاعدين اهو. بصوا بقى كل المحلات المقفوله تتأجر في الايام دي، شايفين؟ عبد القادر، الشيخ، الشيخ ايه؟ ماما الشيخ ايه؟ يعني الدسوق ديت احلى موسم لها، موسم سيد ابراهيم الدسوق، احسن من العيد الكبير والعيد الصغير، لان بيجي لها ناس كتيره من كل مكان. مش عارفه هنا ولا عكا ولا ليله، مش عارفه طول النهار ولا اهو. والغلابه بياكلوا، والفقير والغني ما شاء الله، شايفين؟ انا فرقه بقى تشتغل في الليل، وانا راجعه لكم بقى اجيب لكم الفرقه دي. ولا حصل فين؟ اصبروا بس يا ابو. بس يا جماعه، بس الشعب المصري بسيط ازاي؟ الشعب المصري بسيط جدا، بحب كده يجي يرفع عن نفسه رغم المعاناة اللي اخواتنا الفلسطينيين عايشينها، بس برضه لابد ان الانسان يرفع عن نفسه طبيعي يعني. ضربت القمر دي. ربنا يفرح قلوبكم كلكم. شوفوا يا عيني والله صعبانين عليا. ما عايزه كده تساعد هي والنبي اللي هناك دي، هنروح عندها دلوقتي. بصوا انبوبه وطباخه وناس بتعمل. ماما لو سمحت بقى بلاش حاجات من دي. عارفه انت لو سمحت نفسك عادي اكتفي مع الناس الاول. قولوا انت ده غلبانه، اقعدوا هاكلوا لها طبق فته. يا لهوي بيعملوا الفول النبت ايه بقى؟ يا خبر ابيض على الفول النبت بتاعها. فظيع. انا عايز اركب البتاع ده. اي حد بيبقى محروم من اي حاجه اقول نادري عليا. انا عايز اروح مولد سيدنا ابراهيم الدسوقي واعمل قصعه فول نابت واكلها الناس الغلاب. بص الاصابع، بص الاصابع، اه بص الاصابع هيبقى احسن من الحاجات دي. عايزين نبت عيش بالحب، نجيب شويه قصر احنا مروحين. بقى تركبي لي البتاع ده وانا. لا مش عايزه قصر. والنبي يا ماما اول ما قابلت قابلت الاكسسواراتك. ده بتعمل بسرعه. اهو النبي يا ماما عايزك بسرعة. نبي يا ماما
حتى الشعر مدام، حتى الشعر مدام. لا لا ممنوع مدام، ممنوع. يا ست اسكتي، ده انا عايز اعمله كده عشان اتصور معاه. تعالي معاه عشان دراعي وجعني. روحوا الجنب التاني. عفي الدار، الدار جنب التاني انت بس يا حبيبه. تعالي ماما، انا مش ماشيه معاك بالطريقه دي. روحتي. نورنا، مع السلامه. جابك القطر ده؟ لا بسرعه. اللي بيصور ده بيصور براحه بهدوء وتأنى. عدني ربنا يكرمني كده، والفيديو ده يمشي كده واسمع واعمل واكمل ال 10 دولار بتاع بتبقى على الفاضي. يعني فيها حته عيل صغيره اهو، حته عيل يا عيل. ده انت مجرمه والله، انت مجرمه. سبحان الله، في عندي ما بحبش تصور عيني. انت لو مسكت فكرة هرميكي في اي حته واروح فين؟ انا زهقانة اصلا منك، فبتلكك يعني. معقول مش هتخطني يعني؟ ممكن اوديك بقى بالشارع جانبي كده، نقول نوصل بالشارع بتاعنا بعدين بقى. عارفه الترافيك السوداء الحمراء؟ هتلاقي كل شوارع فيها حاجات من دي. طب كيفه؟ هلا كتلنا بيها كلهم. انا طبق فتة يا جماعه. قصب. كان الشعب المصري ما بيشرب، ما بينصش قصب في الوقت ده بس. يا ماما، يا ماما. عارفه دي كله بقى في الليل هتلاقيه شغال على اخره. في الليل؟ هي الليلة الكبيرة دي بقت في الليل كده تلاقيها. ربنا يرزقك يا ابني والله، انت عايز صبر عليا كده. محدش بيقول لك انت بيضة، ربنا يجعلها بيضة عليك انت واللي زيهم يا رب. يرزق الجميع يا رب، والناس دي كلها تصب عليا. قاعدين يسترزقوا، هم قاعدين يسترزقوا، احنا قاعدين نلف في الشارع عشان نصور ونشوف حواض وحاجات وايه. صب اللوكس ده، الحوض من ده 100 جنيه. يلا يا ماما، يلا يا ماما. ايه Yeah.